وانضم الينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفخري. اذا عبد العزيز، هل تم رصد ردود الفعل حول ما ورد من بيانات خلال المؤتمر الصحفي بالامس لعبد الحميد دبيبه، وايضا هل تم تحديد موعد حتى اللحظه لموعد انعقاد الجلسه التي سيتم فيها منح الثقه؟ نعم شروق، بالفعل هنا ويمكن القول بأن بعد المؤتمر الصحفي مساء يوم أمس، والذي كان من المفترض أن يعلن فيه رئيس الحكومة السيد عبد الحميد دبيبة عن أسماء شاغلي المناصب على مستوى الوزارات وكذلك وكلاء الوزراء بشكل مباشر، ولكن بعد ذلك اتضح أن هذا المؤتمر الصحفي هو لتوضيح أو لتقديم مقترحات من رئيس الحكومة فيما يتعلق بمسألة تقديم تصور لهيكلة الحكومة خلال الفترة القادمة. يمكن القول الآن بأن السيد عبد الحميد دبيبة هو الآن يحاول المواءمة بين تكون هذه الحكومة حكومة محاصصة على الأقاليم والمناطق في ليبيا، وكذلك حكومة كفاءات بمهام محددة على وجه الخصوص، كما طالب أيضا فيما يتعلق بشق منح الثقة من مجلس النواب على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة، بالإضافة أيضا إلى سرعة رصد الميزانية حتى يتسنى للحكومة الانتقالية الآن البدء بشكل مباشر في ممارسة المهام المنوطة بها خلال هذه الفترة الانتقالية. يمكن القول الآن شروق بشكل مباشر أن هناك تباين لدى المواطنين هنا في ليبيا بعد هذا المؤتمر الصحفي. البعض كان ينتقد بشكل كبير هنا ليس شخص السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة، بل القوة السياسية في ليبيا بشكل مباشر. أغلب القوة السياسية إن لم يكن كل أو جل القوى السياسية في ليبيا شرقا غربا وجنوبا تسعى في مسألة أن يكون لها حصة ومقعد خلال الفترة القادمة عن طريق حكومة السيد عبد الحميد دبيبة. إذا ننتظر الآن بشكل مباشر الموعد الذي سوف يعلن فيه عن تقديم الأسماء بشكل مباشر الآن إلى رئيس مجلس النواب، قبل أن يذهب مجلس النواب في تحديد موعد محدد لعقد جلسة منح الثقة. وإن كانت المعلومات الأولية التي تحصلنا عليها شروق تفيد ربما مطلع هذا الأسبوع القادم أو منتصف الأسبوع، ربما سوف يكون هناك جلسة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ربما سوف تكون في مدينة سرت بعد الاتصالات المكثفة التي جرت ولا تزال حتى هذه الأثناء شروق على مستوى أعضاء مجلس النواب، حتى عن طريق ضغوط عن طريق بعثة الأمم المتحدة، وذلك حتى يقوم مجلس النواب بهذا الاستحقاق ومنح الثقة لحكومة السيد عبد الحميد دبيبة. نعم عبد العزيز، ردود فعل كانت متعجبة وكانت تتساءل لماذا لم يعلن عبد الحميد دبيبة عن أسماء تشكيل الحكومة الجديدة، والأسباب بدت غير واضحة. ظهرت الأسباب أم لم تظهر حتى اللحظة؟ شكرا عبد العزيز الفخري مراسل الغد من بنغازي.